الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله سبحانه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، هل هذه الجملة جملة حالية؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، لا هذا عطف، هذا عطف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ثم رددناه أسفل؟ قد يجوز، قد يجوز إنه حال، إنه واو الحال، فهي إما عطف وإما واو الحال. نعم.